بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. بجد مشتاقين لك، بجد في زمن الفتن اللي احنا عايشينه ده كنا محتاجين نكون مع النبي او يكون النبي معنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. ادينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي بيوحشنا من كل يوم ثلاث للي بعده، بيوحشنا في كل دقيقة. لما بقول ان النبي بيوحشنا من الثلاث للثلاث والله العظيم انا صادق. وهفكركم بحديث عجيب قوي رواه الطبراني في الصغير والاوسط، ان واحد من الصحابه ده كان بيصلي مع النبي الخمس صلوات، فبيقول له يا رسول الله والله لا انت احب الي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت رفعت مع النبيين في الجنه، وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى الا اراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ده واحد من الصحابة النبي كان بيوحشه من المغرب للعشاء، امال احنا اللي ما شفناهوش ولا مرة اكيد وحشنا قوي قوي، لدرجة ان النبي نفسه متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال في حديث عجيب قوي رواه احمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم اشد امتي لي حبا اناس يأتون من بعدي يود احدهم لو انه فقد اهله وماله وانه رآني. والله العظيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى افقد كل شيء في حياتي بس اشوفك مرة. عشان كده بقول عزائنا إن إحنا نلتقي كل يوم ثلاث في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. داخلين على حبيبنا، أوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. داخلين عليه لقيناه قاعد مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فلقيته قاعد بيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فبتقول له يا رسول الله أو أن القلوب لا تتقلب؟ قال أجل يا أم سلمة، ما من قلب من قلوب العباد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله سيد ولد آدم صاحب أطهر قلب وأثبت قلب وأخشع قلب وأجمل قلب وأطهر وأجمل وأفضل قلب في الدنيا خايف على نفسه وان هو ما يثبتش، فبيقول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عشان كده درس الليله دي بعنوان النبي ونعمه الثبات على الدين. نعمه بجد، فعلا نعمه، فعلا نعمه ما بعدها نعمه. كان في ناس بتقول نفسنا كنا نعيش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول له ايش ضمنك ان انت لو كنت عايش ايام النبي ان انت كنت ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ ايش ضمنك ان انت ما تكونش أبو جهل ولا أبو لهب ولا عقبة بن أبو معيط ولا أي حد من العتاولة دولت؟ إيش ضمنك إن أنت حتى لو بقيت مسلم وصحابي إن أنت تثبت؟ ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كل قبائل العرب أسلمت ما عدا مكة والمدينة والطائف وقرية هجر في البحرين، وكل القبائل بلا استثناء ارتدت عن دين الله سبحانه وتعالى. تخيل حضراتكم، وده كان صحابي
كان صحابي وارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الإنسان لا يأمن على نفسه. قيل لأبي بكر كان يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله عز وجل. عمر بن الخطاب يقول: لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر. كانوا بيخافوا على نفسهم قوي، كانش حد فيهم بيزكي نفسه، كانش حد فيهم بيقول أنا إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل. ابن أبي مليكة بيقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه بالنفاق، ما يرى واحد منهم أنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. بيتهم نفسه بالنفاق، مش هو منافق، لا، هو بيقول أنا خايف أكون منافق. ولذلك لما نزل السجل بأسماء المنافقين اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وراح النبي مد الأسماء كلها لحذيفة بن اليمان، عشان كده اسمه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا حذيفة دي أمانة، أمانة، اوعى تقول لحد على الأسماء دي، بس دولت يا حذيفة دول أسماء المنافقين اللي عايشين وسطنا وعاملين نفسهم صحابة. يوم يجي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر، يروح عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين ويقول له: يا حذيفة سألتك بالله، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ أنا يعني لما بقعد أقرأ الجملة دي أقول مش ممكن، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي النبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر، خايف على نفسه يكون منافق، اللي النبي قال إن هو من العشرة المبشرين بالجنة والحديث صحيح وواضح أبو بكر في الجنة، ما كانش فيه تورية ولا فيه مجاز ولا أي حاجة، النبي يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، في أكتر من كده؟ وراح يقول له: أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أخبر أحدا بعدك يا أمير المؤمنين. مش ممكن أقول لحد تاني، ده أمانة، ده سر. يا الله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قبل ما نبدأ درس الليلة أقدم عزائي الشديد وعزاء كل المسلمين ونيابة عن كل القائمين على قناة اقرأ الكريمة المباركة، أقدم عزائنا جميعا لشهداء سوريا ونحسبهم كذلك ولا نزكى على الله أحدا، وعزاء لشهداء غزة، وعزائنا لشهداء حادث القطار في مصر اللي مات فيه 51 طفل في عمر الربيع، كلهم يحفظوا القرآن وكانوا رايحين لدرس علم، درس في تجويد القرآن، والباص واخدهم وييجوا عند مزدقان القطر والقطر يصطدم بالحافلة بالسيارة بالباص دوت، فيموت 51 طفل يحملون القرآن. عزائي ليهم والأهليهم، وربنا يا رب يرزقهم لذة الشهادة ونعمة الشهادة، ويشفعوا كل واحد منهم يشفع في 70 واحد من أهل بيته وحبايبه، يدخلهم الجنة يوم القيامة رب العالمين. وأقدم عزائي الأخير لأستاذنا وحبيبنا وتجلصنا رئيس مصر دكتور محمد مرسي، أقدم له العزاء في وفاة أخته بالأمس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يرحم أمي ويرحم جميع موتى المسلمين رحمة واسعة، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ لقاء ليلادي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حقيقة ليلادي بالذات الواحد عنده شجون عجيب جدا وهو بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شفت ناس، وكان من ضمنهم أمي الله يرحمها رحمة واسعة، كان أول ما يذكر النبي قدامهم كان دموعهم تنزل على خدهم. أمي لما كنت أقعد أتكلم معها كانت دايما تقول لي: كلمني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لها: حاضر يا أمي. فابتدي أكلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد ما أبتدي أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كذا أو بيقول كذا، أبص لها ألاقي دموعها على خدها وحط إيديها على صدرها وتقول: يا حبيبي يا رسول الله، إمتى أشوفك بقى؟ حب عجيب عجيب عجيب. يا رب نصدق في حبنا ليك يا رب، ونصدق في حبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم. احنا بنتقرب لربنا بحب النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي والتابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان. والله يا رب بنتقرب إليك بحبهم يا رب العالمين. رجل جاي كما في الصحيحين عن أنس بيقول له: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فقال أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا سيدنا أنس؟
قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله العظيم يا رب جمهور ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي معنا في الاستوديو من مصورين لمخرج لكل اللي موجودين في الاستوديو كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب الصحابة والتابعين وكل الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. نبدأ موضوعنا بقول في البداية حبيبي أن غاية أي إنسان في الدنيا حتى لو كان بيشرب خمر حتى لو كان بيفعل الفاحشة بيقول من جواه يا رب اهديني يا رب يا رب توب علي يا رب. غاية أي إنسان في الدنيا أن ربنا يهديه وأن ربنا يكرمه بنعمة الهداية. لكن الغاية الأعظم من نعمة الهداية هي نعمة الثبات، لأن النبي قال كما عند البخاري ومسلم، لكن اللفظ ده عند البخاري فقط، فإنما الأعمال بالخواتيم. كان إيه السبب النبي قال كده؟ السبب أن في غزوة أحد كان في واحد بيقاتل قتال شديد جدا، واحد من الصحابة، فالصحابة جم قالوا للنبي يا رسول الله ما رأينا واحدا منا يفعل مثل ما يفعل، أهو من أهل الجنة؟ فقال لا بل هو من أهل النار. تخيلوا أن كاد بعض الصحابة أن يفتن في دينه. معقولة دوت اللي بيقاتل أكثر واحد فينا وعمل كل الأعمال دي ده من أهل النار؟ فواحد منهم قال له أنا صاحبه يا رسول الله. ونزلوا الصحابة يقاتلوا، وبعد شوية رجع له الصحابي اللي كان مع الرجل دوت فقال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له وما ذاك؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال له الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار كنت معه وكان يقاتل أشد ما يكون القتال، وفجأة أصيب إصابة شديدة فلم يتحمل فأخذ ذبابة الرمح، وفي رواية ذبابة السيف اللي هي الجزء اللي قدماني ده، ثم وضعه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. فيما يظهر للناس دي عند مسلم مش عند البخاري. حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، فإنما الأعمال بالخواتيم. عشان كده حبيبي كان من منهج أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ما نقولش فلان ده من أهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار، ولكن نقول اللي عنده عمل صالح نقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله ونرجو أن يكون من أهل الجنة، واللي بيعمل عمل فاسد ما نقولش هيخش النار، إنما نقول أسأل الله له الهداية. عشان كده كنت بختلف مع بعض الناس اللي كانوا بيدعوا على الفنانين والراقصين و فكنت أقول له ما دام الدعوة كده كده طالعة ما بدل ما تدعي عليهم ما تدعي لهم، يعني بدل ما تقول يا رب خلصنا من الفنان الفلاني ما تقول يا رب اشرح صدره للهداية، يا رب دواء طعم الإيمان ولذة الطعم ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يبقى غاية الإنسان إن ربنا يهديه والغاية الأعظم إن ربنا يثبته. كان في قصص جميل قوي قوي لمسألة التثبيت، لكن عايز أقول حاجة، عايز أقول إن في أيامنا ديت لاحظت في الفترة الأخيرة ديت كم كبير جدا من الانتكاسات. كتير من الشباب وكتير من البنات بدل ما يلتزم بدل ما يزداد عمال بيقع بيقع. كل ما قابل واحد يقول لي ادعي لي لحسن قلبي ما بقاش فيه خالص، ادعي لي لحسن ايماني نقص، ادعي لي لحسن انا بقيت ضايع، ادعي لي. كان نفسي قابل واحد يقول لي ادعي لي ربنا يثبتني على الحاله الايمانيه الجميله اللي انا فيها عشان انا الان في اعلى درجات الايمانيه ولله الحمد. كان نفسي يكون النماذج ديت بنشوفها كتير، في شباب بيلتزم جميل قوي بنفرح بيه، وفي بنات بتلتزم وتتحجب، لكن في المقابل في ناس بتنتكس. بينتكسوا ليه؟ وايه اللي ممكن يكون سبب تثبيتهم؟ وايه اللي ممكن نقوله لهم عشان يثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الطاعه ولذه الايمان والطاعه لله سبحانه وتعالى؟
ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول الصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير من الشباب لما بيقع فبسأله، وانت وقعت ليه؟ فبيقول لي الفتن كتير يا شيخ محمود، فتن كبيرة قوي. هي الفتنة فعلا بتبقى فتنة، بس لكل مفتون. هو بيبقى أصلا الإنسان مفتون عشان كده بتفتن. أما الإنسان اللي من جواه بفضل الله سبحانه وتعالى غير قابل للفتنة، هو ده اللي ما بيفتتنش أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هديك مثال بسيط جدا جدا لشاب زيك. شاب زيك كان متجوز، بيحب زوجته جدا وعايش معها أجمل أيام حياته، وفجأة عمر بن الخطاب طلع سرية، وبعدين السرية دي أثرهم ملك الروم بالجيش بتاعه. كان على رأس هذه السرية واحد اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي. عبد الله ابن حذافة لما وصل هناك إلى جيش الروم أثروه طبعا هو مجموعة من الصحابة، فملك الروم حب يعرف الناس دي بتنتصر عليكم على طول ليه، أنا عايزكم تراقبوهم وتشوفوهم بيعملوا إيه. فراقبوهم لقوا أفضل واحد فيهم في العبادة هو عبد الله ابن حذافة، فجابوه ودخلوه على الملك. الملك أول ما شافه قال له أنا عايز أعرض عليك موضوع، عايز أعرض عليك أمر. الشباب اللي يقولوا فتن، فتنة النساء وفتنة الفلوس وفتنة الابتلاء، هذا الصحابي شاف كل أنواع الفتن في الموقف ده. قال له عايز أعرض عليك حاجة. ده مين؟ ملك الروم، ملك الروم اللي بيحكم نص الكرة الأرضية في الوقت دوت. قال له ما هو؟ قال له تتنصر وأشاطرك ملكي، تتنصر تبقى نصراني وهديك نص ملكي. فتبسم عبد الله بن حذافة وقال الملك الروم هيهات هيهات، والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وسلم. قال له طيب أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي، يبقى أنت كده خدت الملك كله. قال له والله لو فعلت ذلك ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال خلاص، يبقى كده إغراء بمال وإغراء بزواج من واحدة جميلة وبنت ملك مش نافع. طب بقى نجرب معاه إيه الوش الثاني. قام جايب واحد، راحوا صلبين عبد الله بن حذافة معلقينه كده على خشب زي علاقة صليب، وجاب واحد رجل رامي لكن شديد المهارة. قال له عايزك ترمي سهام حوالين رقبته وإيديه وجسمه بس مش عايزك تعوره. وبدأ ملك الروم بنفسه يقول له أتتنصر؟ يقول له لا، والسهام عمالة تترمي حوالين رقبته وهنا وحوالين جسمه وبطنه ورجليه، وهو يقول له لا مش هيحصل. في الآخر يئس منه قال لهم نزلوه. فلما نزلوه قال أنا عايز أزود البلاء شوية. قال لهم هاتولي قدر كبير جدا كده، زي يعني حاجة كده حلة بس ضخمة جدا ممكن يتحط فيها 5 6 بني آدمين، ودي معروفة في بلاد الخليج الـ 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 الحاجات اللي بيعملوا فيها الدبايح بتبقى موجودة في مطابخ مخصوصة يعني. فالمهم جابوها وحطوا فيها يقال مية مغلية ويقال زيت مغلي، وبعدين نزلوا فيها 2 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ما رموهم قدام عبد الله بن حذافة انفصلت اللحوم عن العظام، وهو شايف ولقى العظام طفت فوق سطح الزيت. فملك الروم قال له ها تتنصر ولا افعل بيك كده؟ قال له لا افعل بيها كده. خدوه 2 من الحرس وصلوه عند حرف القدر ولسه هيشيلوه عشان يرموه، لقوه بيبكي. فقالوا له ايها الملك انه يبكي. قالوا اكيد رجع في كلامه. فقالوا هاتوه. جابوه وقفوه قدام ملك الروم. فقال له ها تتنصر؟ قال له لا والله. قال له اذا فعلام البكاء، انت ايه اللي خلاك بتبكي رغم ان انت يعني خلاص انت اللي اخترت الموت، كنت بتبكي ليه؟ قال أبكي لأني تذكرت أني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. تعجب الرجل قال لا لا لا، اللي زي ده ما تقتلهوش، خسارة يتقتل، أنا عايزكم تفتنوه، جت فتنة النساء. نعمل إيه؟ واحد من الوزراء بتوعه قال له أيها الملك
لا أعلم فتنة أشد على النساء على الرجال من النساء. وهذا رجل شاب في ريحان الشباب ومتجوز وسايب زوجته بقاله 4 شهور، فقد يكون عنده شوق للنساء. قال له طب هات له أجمل واحدة في بلادنا، هات له ملكة جمال الروم. فجاب له ملكة جمال الروم، والملك قال لها عطاء كبير هتاخديه مني لو قدرت ان انت تمكن الرجل ده من انه يفعل الفاحشة. ملكة جمال الروم ودخل زنزانة وبأمر ملكي ان مفيش خوف من حد، ده هو الملك اللي امر بكده. فدخلت على عبد الله بن حذافة في الزنزانة بتاعته وتجردت من ملابسها وبدأت ترمي نفسها عليه وهو يبعد عنها ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله. فضلت تحاول مرة واثنين وعشرة ومية، وهو كل دوت يبكي ويبعد عنها ومود وشه الناحية التانية وبيذكر ربنا ويقول معاذ الله. خبطت على باب الزنزانة ففتحوا لها، نقلت الأخبار، عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من الصحابة للملك. قالوا لها ايه اللي حصل؟ قالت لهم والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. سقطت الفتنة على أول صخرة من صخور الإيمان. وراحوا قالوا للملك، الرجل رفض يفعل الفاحشة. قال لهم طيب حطوا له في الزنزانة بتاعته خمرة ولحم خنزير وقفلوا عليه 3 أيام، لا مية توصل له ولا أكل يوصل له، وشوفوا هيعمل إيه. نفسي أشوف في حاجة. سابوه 3 أيام يا حبايبي ومعاه خمرة ولحم خنزير، خد بالك دي ضرورة، الراجل هيموت جوه مش لاقي أكل خالص ولا شرب، يعني لو فضل كده لحد ما يموت يبقى آثم، له الحق في تلك الساعة إن يأكل على قدر ما يقيم، أو يعني فقط يبقى عايش وخلاص، يعني يأكل حتة ويشرب حبة صغيرة. رفض. فتحوا عليه بعد 3 أيام وجدوه قد انثنى عنقه، خلاص بيموت. فقالوا له إيه اللي خلاك ما تاكلش لحم خنزير ولا تشرب خمر؟ قال لهم أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك، هو حلال بالنسبة لي في الوقت ده، ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. الله يا مسلمين، الله الله يا شباب يلي بتنتكسوا، ارفع شعار عبد الله بن حذافة، كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. الشاب اللي بيلتزم ويعامل الناس أسوأ معاملة ويخلوهم ياخدوا صورة وحشة عن الإسلام، ظبط نفسك ويرفع شعار كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. البنت اللي لبست نقاب وقلعته أو لبست خمار وقلعته، البسيه تاني وقولي كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهلي. فلما ملك روم شاف رجل بالمنظر دوت، رجل من طراز فريد، الخسارة يتقتل، ياريته كان واحد من أولادي، كنت أتمنى يكون عندي ابني بالمنظر دوت. قال له يا عبد الله بن حذافة أريد أن أطلق سراحك ولكن قبل رأسي. فعبد الله بن حذافة ما هوش عايش لنفسه، شوف حتى في لحظة إطلاق سراحه بعزة، قال له أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح كل إخواني، سيبش ولا واحد، وإلا اللي يحصل لهم يحصل لي، أنا لا يمكن أن أنا أستأثر بالحرية دون إخواني. فزاد احترام الملك له، قال له عجبا عجبا لهذا الرجل، كيف لا يكون رجلا من رجالي، ازاي ما يكونش عنده واحد زي ده؟ فقبل عبد الله بن حذافة رأس هذا الملك فأطلق له كل إخوانه وأعطاه 30,000 دينار وأعطاه هدايا كثيرة له ولإخوانه. لما رجعوا المدينة واحد منهم سبقوا وراح بلغ عمر بن الخطاب باللي حصل، فعمر بن الخطاب خرج بنفسه يستقبل عبد الله بن حذافة وراح مقبل رأسه وخده في حضنه وبكى وقال كلمة معروفة ومشهورة، حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. الله الله على النماذج الحلوة الثابتة ديت، مش تقول لي أصلي فتنة، أصل أنا مش قادر أصبر على فتنة النساء، ومش قادر أصبر على فتنة الفلوس والدنيا والجاه والشهرة والمنصب سبحانك يا رب. عشان كده كان شعار المؤمنين دايما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. آسيا امرأة فرعون كانت كافرة بالله سبحانه وتعالى، وكانت زوجة أكفر مخلوق وجد على وجه الأرض، فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى. احنا ما شفناش ملك قال الكلمة دي أبدا إلا فرعون. كان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، ودي كانت زوجته وكانت على نفس الشرك بتاعه، وكانت واخداها زوج وإله اتنين في وقت واحد، يعني زوج وإله في نفس الوقت. فلما ألقى الله عز وجل نعمة الإيمان والتوحيد في قلوبها في قلبها وأسلمت لله جل وعلا مع سيدنا موسى عليه السلام، إيه اللي حصل؟ أصبح ملهاش أي مكانة ولا قدر عند فرعون ولا عند جنوده ولا عند وزراء ولا عند الشعب كله. عذبوها وعملوا فيها اللي ما يتعملش لحد ما ماتت. لكن قبل ما تموت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فربنا سجل الحادثة ديت في أعظم كتاب وجد على وجه الأرض في القرآن، جعلها مثلا لكل مؤمنة على وجه الأرض. ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ويثني عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد آلاف السنين ويقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع على رأسهم آسية امرأة فرعون بالثبات على دين الله. سيدنا أبو هريرة بيقول كانوا بيطلعوها في الشمس ويسهروها في الشمس وكانت الملائكة تظلل عليها بأجنحتها. فلما أراد فرعون أنه خلاص زهق منها ويئس منها وعايز يقتلها فقال لهم ارموا حجر كبير على رأسها واقتلوها. فنظرت إلى السماء وابتسمت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اترمى الحجر، ربنا رفع لها بيتها في الجنة، شافت بيتها في الجنة قبل ما الحجر يوصل لها. ثم أمر الله عز وجل ملك الموت فقبض روحها قبل أن يصل الحجر إليها. وظن فرعون إن الحجر ده هو سبب موتها، مع أنها ما ماتتش من الحجر وإنما قبضت روحها قبل أن يصل إليها الحجر. مثال عظيم جدا للثبات. ومثال تاني، مثال ثالث، ماشطة ابنة فرعون اللي أصلا كانت معاها في القصر وآمنت، وكان عندها خمس أولاد يبدأوا من سن الرضاعة، طفل بيرضع لسن حوالي 10 سنين أو 11 سنة. وفرعون لما عرف إن هي آمنت هددها بأولادها، قال لها هقتلهم لك. قالت له اقتلهم، يعني لنا رب واحد نعبده، لا نعبدك ولا نعبد أحدا من البشر وإنما نعبد الله ربي وربك ورب الناس أجمعين. وعمل فرعون جاب بقرة نحاسية من نحاس خالص وأوقد تحتها نار لحد ما أصبحت كالتنور كالفرن، وبدأ يسحب ولد ولد من أولادها ويقتله قدام عينيها. وأول ما يخش الولد ويترمي في البقرة النحاسية ويتقفل عليه جسمه يشيط وينفصل اللحم عن العظم وهي تشم ريحة شياط ابنها بعد ما مات. ودي أم لا تتحمل هذا المشهد أبدا، ويقول لها تعبديني وتسيب ربك، تقول له ربي وربك الله. وياخد الثاني والثالث والرابع، جي عند الخامس كان طفل بيرضع منها، شدوه منها وقطرات اللبن على فمه وخلاص لم تتحمل هذا المشهد وكانت خلاص هتكفر. وإذا بالحق جل وعلا يثبتها وينطق هذا الطفل الرضيع ويقول لها يا أمه اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتلقي بنفسها، ولكن قبل ما تلقي بنفسها تقول لفرعون لي طلب واحد، قال لها لك ذلك؟ قالت له بعد ما موت اجمع عظمي وعظم أولادي في قبر واحد. قال لها حاضر. وفعلا جمع عظمها وعظم أولادها في قبر واحد، وكان الشياط طالع منه. فشم النبي أطيب رائحة في رحلة الإسراء والمعراج وهو في السماوات السبع ويقول لجبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ يقول هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. ثبات عجيب. سحرة فرعون رايحين وبيقسموا بعزة فرعون إنهم هيغلبوا، وكانوا طمعانين جدا إنهم هياخدوا من فرعون بقى المال والقرب والحب وخلاص بقى يبقوا من أقرب الناس إلى فرعون. ولما لامس الإيمان شغاف قلوبهم وأمنوا بالله سبحانه وتعالى وأسلموا، وإذا بفرعون يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم، وبعدين بقى توعدهم بالوعيد العظيم، قالوا فقد ما أنت قاد
لن نؤثرك. شوف آيات كثيرة جدا، فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، تعمل فينا إيه؟ هتعذبنا، هي دنيا وفي الآخر إحنا كده كده مروحين وهنلقى الله سبحانه وتعالى وهي ناعمنا ويكرمنا. أما أنت فلا كرامة لك، لا يمكن أبدا أن احنا نسمع كلامك، إنما نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. فكانوا في أول اليوم سحرة وفي آخر اليوم شهداء بررة. تعالوا نكمل الثبات على دين الله، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتن الدنيا اللي الناس ما بتقدرش تصبر عليها ثلاث فتن: فتنة مال، فتنة نساء، فتنة وزارة أو ملك أو حكم أو غير ذلك. تأتلكوا ثلاث أمثلة بسيط جدا في عجالة سريعة للثلاثة، وشوف قد إيه الناس دي كانت بتثبت إزاي. في معركة القادسية وفي فتح بلاد فارس، لما غنم المسلمون غنائم كسرى اللي النبي قال لسراقة وهو في رحلة الهجرة، بيقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. فلما غنموا غنائم كسرى وجابوها، طبعا غنائم كانت لا تخطر على قلب بشر، كم من المجوهرات ويعني والذهب لا يخطر على قلب بشر. في عز ما هم واقفين عشان يقسموا الغنائم، سعد بن أبي وقاص واقف ولسه هيقسم، فجأة لقى واحد جاي من بعيد وشايل صندوق كبير جدا على كتافه وجاي بيه، وبعدين حطه قدام سعد بن أبي وقاص ونزله من على كتافه وتعبان جدا. فبيقول له ما هذا؟ قال تلك كنوز كسرى، اللي انتوا جبتوه ده دي الخزائن العامة بتاعته، أما اللي أنا جبته ده الصندوق الخاص بتاع كنوز كسرى، وده اللي كان فيه سواري كسرى. فقال له من أين جئت به؟ قال في سرداب في قصر كسرى. فقال وهل أخذت منه شيئا؟ فالرجل غضب قال له سبحان الله، والله لولا الله ما أتيتكم به. شفت الثبات قدام فتنة المال؟ محدش شايفه، محدش يعرف الصندوق ده أصلا موجود، ومحدش يعرف هو مين. كان ممكن الصندوق ده ياخده من سرداب ويطلع من بره بره ويروح بيتهم، لا من شاف ولا من دري، لكن هو يعلم ان دوت غلول من الغنيمة وما ينفعش ان انا اخد حاجة زي كده. ده الرجل دخل النار بسبب انه غلق شراكا شراكا في احدى الغزوات، شوف قد ايه، او غلق شملة اخذ شملة فاحترق بها في النار بسبب ان هو اخذها من الغنيمة قبل ان تقسم الغنائم. فده هياخد صندوق مجوهرات. شفت ثبت قد ايه؟ سعد بن أبي وقاص قال له ما اسمك؟ اسمك ايه؟ قال له والله لا أخبركم باسمي فتحمدوني، ولا أريد شيئا فتكافئوني. مش هقول لك بقى أنا عايز 10% ولا 5%، أنا مش عايز حاجة خالص، ولا عايزكم تعرفوا اسمي ولا عايزكم تذكروني، أنا عملت العمل ده لله، لأن المال دوت حق الله سبحانه وتعالى، هيتوزع على المسلمين، وأنا راضي بأن أنا أكون خادم أخدم المسلمين في أن أوصل لهم الخير، وأنا مش عايز حاجة. سعد بن أبي وقاص مش قادر يتحمل، الرجل مشي، سعد بعت واحد وراه. مشي وراه منين؟ من بلاد فارس لحد البصرة، تخيلوا مسافة طويلة جدا، حتى ما وصلوا هناك ودخل هذا الرجل بيته، فالرجل اللي من طرف سعد بن أبي وقاص راح مصطاد واحد، قال له مين ده اللي دخل البيت ده دلوقتي حالا؟ قال له سبحان الله، ألا تعرفه؟ هذا عامر بن عبد الله التميمي أحد الزهاد الثمانية في بلاد البصرة. يا سلام، حاجة جميلة قوي قوي، عملت له ترجمة في كتاب قصص التابعين، وأنا بكتب ترجمته وقريت القصة ديت لقيت دموع على خدي. مش ممكن اللي عمالين بيختلسوا في زماننا، واللي بيرتشوا واللي بيسرقوا واللي بيحرم أخته من ميراثها، واللي بيقطع أرحامه عشان الفلوس، واللي بيقتل أمه عشان عايز فلوسها، واللي بيقتل أبوه عشان نفسه يورثه، ودوت قدامه كنوز كسرى وسابها ومعسي منها حاجة، مع إنه من حقه إنه ياخد منها لأنه كان راجل مجاهد وكان ليه حق في الغنيمة، رفض ياخد أي حاجة، بل رفض حتى أن اسمه يتذكر. أدي مثال للثبات أمام فتنة المال. فتنة النساء احنا ذكرنا عبد الله بن حذافة، لكن أذكر لكم برضو مثال تاني عجيب جدا، ومش هقول لكم قصة سيدنا يوسف وكلكم عارفينها. كان في واحد اسمه أبو بكر، أبو بكر هو ليه اسم كده
أبو بكر حاجة، بس هذا اسم لم يذكر، إنما ذكر الاسم الذي اشتهر به بعد ذلك، كان اسمه أبو بكر المسكي. يعني إيه المسكي؟ يعني اللي ريحته كلها مسك. بيقول لك إن الراجل ده لما كان يقعد جنب الناس كان يشمه من فمه، حتى لو هو لسه صاحي من النوم، إنسان لما يكون صاحي من النوم رائحة الفم ممكن تكون متغيرة شوية، لا ده يشمه من فمي ومن جسدي رائحة المسك تملأ المكان. فقالوا له أنت بتحط مسك؟ قال لهم أبدا والله ما وضعت مسكا على جسدي ولا مرة في حياتي. أمال إيه الريحة اللي إحنا بنشمها منك ديت؟ قال لهم أخبركم. قال لهم أنا في يوم من الأيام وأنا راجع من درس علم ورايح بيتي لقيت امرأة بتناديني وبتقول لي سألتك بالله أريد منك أن تقرأ لي خطابا جاءني من زوجي ولا أعرف القراءة واطمئن فمعي من محارمي لكنهم لا يعرفون القراءة. الرجل دخل ومطمئن أن كل الموجودين من محارمها يعني مثلا أولادها ذكور قرايبها ده وهم كلهم ما بيعرفوش يقروا، فدخل من أجل أن يقرأ لها الخطاب. فأول ما دخل قفلت الباب وقالت له ستفعل الفاحشة معي وإلا صرخت وجمعت الناس جميعا وأخبرتهم أنك أردت ذلك. مأزق هيطلع منه إزاي؟ لو واحد غير يقول غصب عني يا رب سامحني أنا ما أنا لو ما عملتش كده هتصوت وهتلم علي الناس وأروح في مشكلة وممكن يقع في معصية ربنا. لكن صدقوني اللي مش عايز يعصي ربنا والله العظيم ما هيعصاه، واللي عايز ينجو من أي حاجة تغضب ربنا يخلص مع ربنا وربنا هينجيه. فقال لها يعني أنت مصر؟ قالت له طبعا. قال لها طيب أقدر أخش بس كده يعني بلغة العصر أخد شاور أغتسل كده عشان أنظف جسمي يعني؟ قالت له تفضل. فدخل الحمام وأخذ الغائط أعزكم الله سبحانه وتعالى ودهن جسمه كله بالغائط، دهن لبسه ووشه وإيديه ورجليه كل جسمه دهنه بالغائط، ثم خرج وقال ها أنا جاهز الآن. فشمت ريحته فكادت أن تتقيأ، قالت له اخرج، وصرخت في وشه. فخرج ويقول الحمد لله الذي عافاني من الوقوع في معصيتي، بحمدك يا رب أن أنت عافتني من أن أنا أقع في معصيتك. مشي من عندها وراح بيته، وكل ما يمر بحد يحاول يداري وشه عشان محدش يشم الريحة بتاعته فيعرف شكله كمان، فيقول إيه ده أبو بكر ماله ريحته وحشة كده إيه. حد ما وصل البيت ودخل خلع لبسه ورماه في المية وبدأ يغتسل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بكل أسف الريحة مش عايزة تطلع. فجلس يبكي قال له يا رب يعني قد اقترب وقت صلاة الفجر، هخرج إزاي أصلي؟ ده النبي نهانا إن احنا نروح نصلي وريحتنا توم أو بصل، فما الظن برائحة الغائط؟ ما أقدرش يا رب وعايز أصلي. ففضل يدعو يدعو وبعدين قال أنام شوية وأول ما يجي وقت الفجر أقوم أصلي. فنام فرأى في المنام رؤيا من يقول له أما إنك فعلت هذا من أجلنا لأطيبنك إلى أن تلقاني. فقام من النوم لقى جسمه كله بيشع منه ريحة المسك ولما يتكلم يطلع من فمه رائحة المسك. قال لهم هذه قصتي، من يومها وأنا ريحة المسك طلع مني. أدي ثبات أمام فتنة النساء، آخر ثبات أمام فتنة الملك والمنصب، المحافظة، الوزارة، الملك، الرئاسة. عمر بن الخطاب جايب سعيد بن عامر عايز يوليه على مدينة حمص، فبيقول له يا سعيد أريد أن تشركني في حكم الرعية وأن تتولى أمر حمص. قال عافني يا أمير المؤمنين والله لست لذلك أهلا، يعني مش النهاردة لو اتعملت انتخابات بيضربوا بعض بالرصاص عشان ده عايز يبقى عضو مجلس الشعب والتاني عايز يبقى محافظ، وانتخابات عادية يعني أمور من أمر الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل ذلك لا تولوه، يعني لا تولوا من سأل الرئاسة أو الغير أو الولاية، محدش يوليه أبدا. فهذا الرجل عمر الخطاب بيقول له هوريك محافظ أو أخليك محافظ على مدينة حمص. قال له عافيني يا أمير المؤمنين. فبكى عمر بن الخطاب قال سبحان الله تجعلونها في عنقي ثم لا تعينوني عليها، والله لا تعينون عليها. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعتبر أن الوظيفة الكبيرة دي كأنها بلاء من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فراح تولى سعيد بن عامر على مدينة حمص.
دخل اعزكم الله وهو راكب حمار وفي ايده حته عيش كده بياكل فيها حته جبنه ولا حته اي حاجه كده، ومعاه بتاع كده حاجه زي زجاجه كده فيها ميه. فدخل فما حدش عرفه. فلما وصل الى دار الاماره، اين دار الاماره؟ من انت؟ انا سعيد بن عامر. قالوا الوالي. قال اجل. قالوا ما عرفناك. فلما نزل قالوا ماذا تريد منا؟ ايه بقى اللي انت عايزه؟ نجهزه لك ونظبطه لك. قال لا اريد شيئا سوى لقمه اكلها وعلفا لحماري، ومش عايز حاجه اكتر من كده. لقمه كلها انا وزوجتي والحمار بتاعي، جيبوا له العلف بتاعه وخلاص. انا مش عايز لا راتب ولا فلوس ولا لا لا، لازم تاخد الراتب بتاعك. فكان الراتب بتاعه 1000 درهم في الشهر. كان ياخد ال 1000 درهم، وكان طبعا معاهم التعيين بقى، الاكل اليومي اللي بياكله هو وزوجته. كان ال 1000 درهم كلها يتصدق بها على الفقراء واليتامى وياكل التعيين اللي هم بيجيبوه له. وبعدين في يوم من الايام جابوا قائمه باسماء الناس الذين يستحقون زكاه المال في حمص، وبعتوها لامير المؤمنين. فبيقرا الاسماء فلقى من ضمن الاسماء سعيد بن عامر. قال سعيد؟ سعيد من؟ قالوا والي المدينه. قال والي المدينه ويستحق الزكاه؟ ازاي اذا كان بياخد كل شهر 1000 درهم؟ قالوا له يا امير المؤمنين والله لا يدعها في بيته يوما، انه يتصدق بها على الفقراء واليتامى والارامل والمساكين. فبكى عمر بن الخطاب، ثم ارسل له 1000 اخرى فانفقها ايضا على الفقراء واليتامى. المهم بعد فتره عمر بن الخطاب رايح يطمئن على احوال الرعيه، فراح دخل حمص عشان يطمئن على سيد بن عامر. اخبره ايه؟ فبيسال الناس ما رايكم في سعيد بن عامر؟ قال والله ما وليته انت علينا، بل والله الله عز وجل علينا. قال لهم لا تقولوا هذا، فانما انا الذي وليته، فان احسن فبفضل الله، وان اساء فمن اختياري انا. خد بالك. فقال لهم ماذا تنقموا على سعيد بن عامر؟ قالوا له والله هو من اخلص الناس ومن افضل الناس ومن اطوع الناس ومن اكثرهم اقتداء بسنه النبي، غير اننا نحمل عليه اربعه اشياء، اربع حاجات بنعيب عليه. فقال انا لله وانا اليه راجعون، والله ما حسبته الا من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل. فجابوا سعيد بن عامر. فعمر الخطاب قال ها ادي الجمل قدام الجمال، ايه اللي انتم بتعبوه على سعيد بن عامر؟ قالوا اول حاجه ما بيخرجش لنا الصبحيه حتى يتعالى النهار، صلي الفجر يعني ويقعد لحد الشروق، وبعدين يخش البيت بدل ما يطلع لنا مثلا على الساعه 9 10 بيطلع لنا مثلا على صلاه الظهر. فقال له يا سعيد اجب عن نفسك. فقال ان لله وانا راجعون، هذا امر بيني وبين ربي. فقال له لا اجب عن نفسك. قال له لا اخرج لهم في الصباح يا امير المؤمنين، لاني لا امتلك خادما وامراتي عاجز. امراته عندها عجز زي شبه شلل كده، ربنا يعافينا ويعافيكم. فانا اخدمها واعد لها الطعام وانظف لها البيت واجهز لها كل شيء ثم اخرج اليهم، فلا استطيع ان اخرج قبل ذلك. فقال عمر الحمد لله. قولوا الثانيه. قالوا لا يسمع نداءنا بالليل، يعني لا يرد علينا بالليل وانما يرد علينا بالنهار، انما بالليل لا يمكن يرد علينا ابدا. قال اجب عن نفسك يا سعيد. قال يا امير المؤمنين قد جعلت النهار لتلك الرعيه وقد جعلت الليل لله، فما ان اصلي العشاء حتى اصف قدمي في محرابي واصلي واسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال له هذه الثانيه اللهم لك الحمد، يلا قولوا الثالثه. قالوا واما الثالثه فإنه يأتي عليه يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا خالص بقى، لا ليل ولا نهار. فقال أجب عن نفسك يا سعيد. قال والله يا أمير المؤمنين لا أمتلك إلا ثوبا واحدا، فأنا أغسله في ذلك اليوم وأجلس عريانا في بيتي حتى يجف الثوب، فلا أستطيع أن أخرج إليهم وأنا عريان. قال سبحان الله. وتلك الثالثة. قال لهم الرابعة. قالوا له الرابعة أنه أحيانا يصاب بحالة زي الصرع كده، يخنق خنقا، يعني يجي له حاله زي الصلع كده في مجلس الايه، في مجلس الولايه، في احيانا يعني مش على طول، بيجي له احيانا كده حاجه يترمي كده يجي له حاله زي الصلع. قال اجب عن نفسك يا سعيد. قال يا امير المؤمنين لقد كنت مشركا وقت ان قتل خبيب بن عدي في ارض التنعيم، وكنت انا واقف ومشرك ورايت خبيب وهو يقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ثم وجدت خبيب بن عدي قبل أن يقتل وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أصال شلو ممزعي. بيقول ما يهمنيش يحصل إيه، المهم لو حتى جسمي اتقطع حتت ابتغاء مرضات الله فأنا راضي، مدام هو راضي عني سبحانه وتعالى.
فقال فلم أستطع نصرة خبيب لأني كنت مشركا، فكلما تذكرت ذلك الموقف بكيت حزنا على ذلك. فبكى عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني في هذا الرجل. فلما عاد سعيد بن عامر بعد سنة من الولاية على حمص، اختبأ له عمر بن الخطاب وراء شجرة عشان يشوف ايه اللي حصل، ايه اللي جد عليه. رايح ركب حماره في ايده سندوتش، رجع بقى معاه قد ايه زكايب وفلوس ووا، فرجع لقى راكب نفس الحمار ولابس نفس اللبس وداخل معهوش اي حاجة. فدخل عليه عمر بن الخطاب واخذه في حضنه ثم بكى وقال الحمد لله الذي اكرمني بمثل هذا الرجل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه انسان بيثبت امام فتنة الملك، مش ياخدوا مليارات ويجوعوا الشعوب، مش ياخدوا مليارات ويموتوا الناس، مش ياخدوا مليارات ويقهروا شعوبهم. هم دول الناس اللي ثبتوا على دين الله. لو تفتكروا حضراتكم بلال بن رباح اللي عذب عذاب شديد جدا، ما الذي ثبته؟ الايمان بالله. حتى لحد بعد ما ربنا نجاه لما راح ابو بكر واشتراه واعتقه لوجه الله، بيقولوا له يا بلال اما شعرت بالعذاب؟ قال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أشعر بالعذاب أبدا مع لذة الإيمان التي ذقتها. عمار بن ياسر وأمه وأبوه، أمه تتقتل وتبقى أول شهيدة في الإسلام، وأبوه يتقتل وعمار يعذب، ومع ذلك يمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا آل عمار أو صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يكون ده سبب ثبتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. خباب بن الأرط والعذاب اللي تعذبه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. الإمام ابن تيمية دخلوه السجن وظلموه ويقعد فترة طويلة في السجن. الإمام ابن تيمية سجن 18 سنة متفرقة، شوف قد إيه، ورغم ذلك يجلس في آخر مرة دخلها السجن يقرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويموت عند تلك الآية. أشياء عجيبة جدا وثبات عجيب جدا. أختم بأبي مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني كان عايش في بلاد اليمن، وكان على أيامه رجل ادعى النبوة اسمه الأسود العنسي. الأسود العنسي قال أنا نبي زي ما محمد نبي، وادعى النبوة. أبو مسلم الكلام ده كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحادثة اللي حصلت لأبو مسلم الخولاني كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو مسلم الخولاني هو الوحيد الذي وقف أمامه وبدأ يجاهر العداء وبدأ ينكر عليه هذا، فما كان منه إلا أنه طلب من الناس أن يضرموا له نارا، وبعدين حطوه في جهاز كده زي مدفع حاجة اسمها المنجنيق، وراحوا ضرب رميينه فين؟ في النار وهو موثق، ربطوه من إيديه ورجليه علشان ينزل في النار ولا ينجو ورموه في النار. وقال الأسود العنسي لكل الناس اللي كانت بتحب أبو مسلم الخولاني اللي كان هو الشيخ بتاعهم هو الداعية بتاعتهم، فقال لهم إن كان داعيتكم على الحق فسينجيه الحق، وإن كان على باطل فسترون ما تفعل به النار. بدأت النار تخبو شيئا فشيئا لحد ما بقت جمر وانطفت النار، وأبو مسلم الخولاني ما حصلوش حاجة غير إن الرباط اللي كان في إيده ورجليه اتفك ومشي على جمر النار برجليه، لم يحدث له أي مكروه. فخشي الأسود العنسي إن الناس تتفتن بيه وينقلبوا عليه فهرب من أمامه. فأبو مسلم الخولاني خاف إن الناس تشوف الكرامة دي فتعظمه، فخد بعضه وطلع على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي طبعا قد مات، وبعدين قعد هو في مسجد النبي عليه السلام، فلقى عمر بن الخطاب بيسأله من أين الرجل؟ قال من اليمن. قال أتعرف أبا مسلم الخولاني؟ قال أعرفه. قال كيف حاله؟ قال هو بخير. قال سألتك بالله ألست أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال أجل. فبكى عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام ثم نجاه الله عز وجل. قصص جميلة جدا جدا. أما عن أسباب الثبات فهذكرها بعد الفاصل في 3 دقائق، ثم نستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم. فاصل قصير ورجعين لكم. صلى الحبيبك.
لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي أسباب الثبات كثيرة جدا وكانت محتاجة وقت كبير جدا، بس معلش لم يتبقى إلا القليل عشان نستقبل اتصالاتكم بس وإيميلاتكم، فأنا هقول لكم سرد كده في عجلة سريعة من الأسباب اللي تثبت قلبك على الإيمان بفضل الله. إقامة التوحيد لله، ان انت لا تشرك بالله، ان انت ما تنذرش لغير الله، ان انت ما تذبحش لغير الله، ان انت ما تعتقدش ان النفع والضر بيد احد غير الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل بيقول يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. الحاجه الثانيه قراءه القران، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده، فالمولى عز وجل بيقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. عيش مع القرآن وعيش مع آيات القرآن، دي من أعظم أسباب الثبات بفضل الله. حاجة التالتة التزام الشرع وكثرة العمل الصالح. كثرة العمل الصالح عاملة زي السقاية اللي بتسقي بيها نبتة الإيمان في قلبك، فكل ما القلب يشرب طاعة كل ما يزداد إيمانا بفضل الله وثباتا على طاعة الله سبحانه وتعالى. الحاجة الرابعة تدبر قصص الأنبياء. قال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلما تسمع أن سيدنا يحيى ذبح وسيدنا زكريا قتل وأن سيدنا عيسى حاول اليهود أن يقتلوه لولا أن المولى عز وجل أمر برفعه إلى السماء، وأن سيدنا محمد دبرت ضد 9 مؤامرات للقتل، وأن سيدنا عيسى سيدنا موسى فرعون كان عايز يقتله، إلى غير ذلك، فيزداد إيمانك وثباتك بأن هم تعرضوا لكل دوت ولم يفتنوا، وأنت تعرضت بأقل من ذلك فلا ينبغي أن تفتن. حاجة الخامسة ذكر المولى عز وجل، لأن أعظم شيء في الدنيا أن ربنا يكرمك بذكر المولى عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات وكان من ضمنها أو من بينها ذكر الله، وأمركم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا، دخل حصن كده عشان يتحصن من العدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبب غذاء القلب وسبب راحة القلب وسبب ثبات الإيمان في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السبب السادس الدعاء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هداية عمر بن الخطاب كانت بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى. النصر في غزوة بدر كان بدعوة، النصر في غزوة الأحزاب كان بدعوة، وهكذا الدعاء. اوعى تستهين بالدعاء وبأن انت تسأل المولى عز وجل أن يثبتك، قول كده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رقم 7 التربية الإيمانية. ايه اللي ثبت بلال وعمار وسمية وياسر وخباب وكل الناس دي، ايه اللي ثبتهم في العذاب؟ تربية إيمانية عرفتهم ان في آخرة وان الدنيا دي عبارة عن قنطرة بنعدي منها ورايحين لآخرة فيها جنة أو نار، فلو ثبتنا نخش الجنة ولو فتنا ممكن نخش النار، عشان كده لازم نثبت. رقم 8 مرافقة الصالحين يعني والقرب من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لما تصاحب أهل الإيمان والثبات، الناس اللي ثبت على دين الله تثبت معاهم، ولما تصاحب ناس يا خالص الشرع وخليه آخر حاجة في تفكيرها وآخر حاجة في أجندتها ممكن تضيع معاهم. خلاص فاضل 4 عناصر. رقم 9 طلب العلم. طلب العلم يقربك من ربنا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازددت معرفة بالله، كلما ازددت خشية لله وحبا لله، وكلما ازددت إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. رقم 10 الدعوة. وانت بتدعو الناس إلى الله انت بتذكرهم وبتذكر نفسك في نفس الوقت. ولما ربنا يهدي بك إنسان ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لعل وعسى يوم ما تيجي تحصل لك شبه انتكاسة تسأل المولى عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلو اسم الأعظم، وعملك الصالح دعوتك هداية الناس على أيديك، فربنا يردك مرة أخرى إلى الحق. رقم 11 تذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة. إن أنت تتذكر إن الموت ملوش معاد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حدش عارف هيموت إمتى، يمكن أموت دلوقتي، يمكن أموت بعد ساعة، يمكن أموت وأنا آهي من مكاني دلوقتي، فلازم أكون على إيمان وعلى طاعة عشان لما أموت على حاجة، من مات على شيء بعث عليه. آخر حاجة استحضار نعيم الجنة وعذاب النار. الله.
ان انت تتذكر ان في جنه ونار، وان الدنيا مش دايمه، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، وفي الاخره يوم ما تثبت على دينك ربنا هيكرمك يوم القيامه بانك تكون في جنته. ولو سبت دينه وانتكست وبعدت، ممكن عياذا بالله يكون الناحيه الثانيه، وكلنا طلاب جنه، وكلنا بنقول يا رب يا رب اكرمنا بجنتك يا رب العالمين. ده كان درس الليله دي، وكلامي بسيط عن الثبات على دين الله في انتظار اتصالاتكم وايميلاتكم ان شاء الله. مين معايا؟ ام منى من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يعزك يا رب. بقول لحضرتك، كنت عايزه بس اول حاجه عايزه رقم تليفون حضرتك. في الكنترول ان شاء الله، اتفضلي. طيب، يعني بالنسبة للجمعيات الخيرية والتبرعات اللي بتيجي للجمعيات دي، نعم، هل من حق العاملين فيها، من حق العاملين عليها ان هم ليهم يعني نصيب؟ نعم. في هو بيحصل ايه يا ام منى؟ ربنا يعز حضرتك، السؤال واضح. هو اللي بيحصل ان لو جت تبرعات لأي جمعية خيرية شغالة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومثلا بتوصل الحوضات لليتامى والأرامل إلى غير ذلك، فطبعا بيبقى في ناس شغالين 3 4 5 ممكن يوصلوا ل 10، شيء طبيعي ان بيتعمل لهم راتب شهري من باب قول المولى عز وجل والعاملين عليها. بس مش والعاملين عليها عياذا بالله واخدين نص الفلوس اللي بتيجي، انما العاملين عليها يبقى لهم راتب شهري بياخدوه مقابل تفرغهم فقط لتوصيل هذه المساعدات. والا لو ما كانوش هيبقى في راتب، مش هيقدروا يفرغوا وقتهم لهذا العمل، والا فممكن يغلق هذا المكان اللي فيه الخير ده. الاخت فايزه من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. استاذ محمود. ايوه مع حضرتك. الو. اتفضلي، يا ريت توطي التلفزيون اخت فايزه واسمعيني من التليفون. اتفضلي. فايزه من الجزائر. مع حضرتك، اتفضلي اتفضلي معك. يعني شيخ بالله فرحانه اليوم بزاف اني تكلمت معاك. الله يفرح قلبك يا رب بلقاء النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. يعني نتمنى الله عز وجل تكون دخل لينا ان شاء الله. الله يكرمك يا اختي فايزه، ربنا يعزك يا رب ويعز اخواننا في الجزائر. بارك الله فيك ويعطيك الصحه وربي يبارك في صحتك. الله يخليك، وسلامنا لاخواننا في الجزائر، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. بارك الله فيكم، ما تنسيناش الدعاء. حاضر اختي الفاضله، ربنا يعزكم ويحفظكم ويثبتنا واياكم يا رب على طاعة رب العالمين. الاستاذ عبد الله فضل هارون، السلام عليكم شيخنا الجليل محمود المصري، نحن نحبك في الله، جزاك الله خيرا. جزاك الله الف خير اخي الحبيب، ربنا يبارك في عمرك. الاخت كريمه جراح، انا مغربيه مقيمه بالديار الاوروبيه، اتصدق بقسط من مالي اذا كان، يعني هي السؤال كله مضمون ان هي بتدفع جزء من زكاه مالها في هناك في اوروبا لبعض الفقراء، والباقي بتشيله وتوزعه في بلدها على اساس ان في فقراء. يجوز؟ نعم يجوز، وان كان الاولى لو كان في بلدكم اكثر احتياجا لهذا المال فالاولى ان انت تخلي هذه الزكاه لاهل بلدك. ام عدي من بريطانيا، السلام عليكم شيخنا محمود المصري. الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك، ربنا يعزك، واسال الله ان يوفقك لخدمه الدين، وان يوفقك ويسدد خطاك ويشفيك من كل داء، امين يا رب العالمين. ارجو منك ان تدعو لزوجي بالتوفيق ولاولادي بالهدايه. ربنا يوفق زوجك يا رب ويهدي لك اولادك ويبارك لك فيهم ويسعد قلوبكم دنيا واخره ويحفظكم من كل سوء يا رب العالمين. الأختي نسمة عندها 15 سنة بتقول سمعت إن لبس البنطلون حرام، لكن هي دي طريقة لبسي وأنا حاولت أجرب لكن مش قادرة لأن قرايبي بيتريقوا عليا بيقول شكلها مش حلو. عايز أقول لك يا نسمة أنا سعيد جدا جدا برسالتك ديت، وعندك 15 سنة ما شاء الله سنك لسه صغير، لكن عايز أقول لك حاجة، إن إحنا يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا ما بشترطش إن أنا لما ألتحي وألبس التوب ده إن يبقى شكلي أمور، أبقى جميل كده وأمور ودنجوان. أنا بعمل كده اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. نفس الحكاية، حضرتك لما بتلبس الحجاب مش بتلبس الحجاب عشان تبقى ملك الجمال، لا، ده أنت بتلبس الحجاب عشان تداري الجمال ده، لأن الجمال ده من حق زوجك بس، من حق محارمك إنهم يشوفوه، من حق زوجك إنه يستمتع بهذا الجمال. فإن شاء الله توعدينا إن شاء الله إنك تلبسي حتى ولو مؤقتا، نلبس حتى جيبات واسعة كده، وفيما بعد يبقى جلباب إن شاء الله وربنا يتقبل. الأخت سامية من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اخت سامية. بتكلم مع الشيخ محمود. مع حضرتك ان شاء الله. مع حضرتك يا اخت سامية. الشيخ المباشر. انا معاكي، انا معاكي على الخط يا اخت سامية. الشيخ محمود؟ ايوه نعم، مع حضرتك ان شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اخت سامية بس بسرعة عشان بس الوقت الله يبارك فيك. يا شيخ عندي سؤال لحضرتك وانا سعيدة بالتكلم مع حضرتك. اتفضلي ربنا يعز حضرتك. ربي ان شاء الله يوفقك ويعطيك الصحة في هذا البرنامج. الله يسترك ويعزك يا رب. اتفضلي. يا شيخ يعني الثبات على الدين شيء صعب في الوقت اللي راني فيه الان. انا سؤالي يعني لما نحب نتقرب من الله سبحانه ونكون حرصان على صلاتي وعلى فعل الخير هذا يؤديني للتفكر كثير في الموت ونلقى حالتي في اكتئاب كآبة نفسية ونقول نفسي انه الدنيا موت وعلاش راني نعمل كأنا عاملة وعلاش سامحة في عائلتي نقعد في المنزل ونصلي ونصوم ونصدق ونبقى نخمم غير في الموت يعني لا طبعا حضرتك يفيد حالتي هذه النفسيه. ربنا يعزك يا اخت سامي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا اعلم جيدا ان الثبات على الدين في هذا الزمان هو اصعب شيء في هذا الكون، والله العظيم يا جماعه فعلا هو النبي اللي قال كده، ده مش كلام انا، النبي عليه الصلاه والسلام قال ياتي على الناس زمان، خدوا بالك، ياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، لكن في مقابل ده بقى أبشر حضرتك بقى إن لما تكون الفتن كتيرة فالأجر على قدر إيه؟ النصب، التعب. واحد بيروح يحج، حج سياحي، يروح مثلا فترة بسيطة كده ويرجع. واحد تاني بيروح ياخدها من أولها لآخرة ونوم على الرصفة. ده حج وده حج، بس ده أجره غير أجر ده. واحد صام في كينيا درجة حرارة 60 ومش طايق نفسه رغم ذلك صام. واحد تاني صام هو في دولة مثلا جو فيها جميل وربيع، ده صام وده صام، لكن أجر ده غير أجر ده، وهكذا. الصحابة عبدوا ربنا في زمن كان اللي فيه مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفوق ذلك كان النبي بينهم صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن لما بنعبد ربنا إحنا في فتن وحوالينا شياطين إنس وجن وابتلاءات ما يعلم بها إلا ربنا، ومحدش بيسيبك في حالك ولا حد بيسيبنا في حالنا، فكل ما نتمسك كل ما ربنا يأجرنا ويكرمنا. فعايز أقول لحضرتك النبي قال إيه؟ قال كما عند أحمد بسند صحيح: طوبى لمن رآني وآمن بي، اللي هم الصحابة، وطوبى 7 مرات لآمن بي ولم يرني. قالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ 50 شهيد من زمن الصحابة ولا من زمنهم هم؟ قال: بل منكم، من زمن الصحابة، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. يبقى إذن أنا باخد أجر قد 50 صحابي، خدوا بالكم، ممكن أخد أجر قد 50 صحابي في الحسنات لكن أنا أساوي صحابي؟ ده مستحيل. صحابي أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فناخد أجر حسنات لأن احنا في زمن فتن، وهو ده زمن الغربة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت ياسمين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب. والله أنا مبسوطة جدا إن أنا بكلم حضرتك. ربنا يسعدك ويحفظك يا رب. والنبي يا شيخ عزك تبقى قولي لا إله إلا الله. لسه لابسه النقاب جديد والشيطان داخلي من كل ما احنا قلنا قبل كده يا اخت ياسمين، انت لو كنت سمعتي الدروس بقى كنت تقولي ايه؟ تقول دايما بالنسبه للاخوات قبل ما تلبسي النقاب بالله عليكي فكري في حاجتين. رقم واحد، هنلبس النقاب يبقى مش هنقلعه، والا لو كنا هنلبسه ونقلعه يبقى بلاش نلبسه. ليه؟ عشان ممكن يكون فتنه لغيرنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هنلبس النقاب يبقى نتمسك باداب واخلاق النقاب، ان انا صوت هادي، أخلاق طيبة، معاملة كويسة، صدق، أمانة، بر والدين، صلة أرحام، إحسان إلى الزوج، تربية أولاد، عبادة، طاعة، يعني عشان يقولوا الله ما شاء الله ما شاء الله. صورة حلوة أوي للنقاب والالتزام. ربنا يبارك فيك ويثبتك يا رب العالمين. أم أحمد من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يعليك يا رب ويبيك. الله يخليك يا رب ويبارك فيك. انا عندي كذا سؤال ممكن اساله من حضرتك. تفضلي، تحت امر حضرتك. الصدقه اللي هو ربنا قال عليها ان هو يوم لا يظل الا ظله، اللي لا تعلم يمينه ورجل تصدق شماله او العكس، ورجل تصدق دي بتتعمل ازاي؟ بسيطه جدا.
ورجل هو كان الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من ضمنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. معناها إيه؟ معناها بكل بساطة إني في مرة من المرات أحط إيدي في جيبي ومعدش وبسم الله وطلعها كده ابتغاء مرضات الله، بس مش عايز أطلعها كده، أنا عايز أطلعها كده. عارفين ليه كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. فأنا مش هزل الفقير اللي أنا هديله، لا ده أنا هعمل له إيدي كده، فهو وهو بياخد تبقى دي هو هي العليا، لأن هو بياخد صدقاتي وبيحولها لآخرتي، كما قال الإمام الشعبي أهلا بمن يأخذون أموالنا فيحولونها من دنيانا لأخرى. أم أحمد معانا لسه؟ أم أحمد قطعت. طيب الأخ عمر غمام من المغرب، أرجوك أن تدعو لنا، جزاك الله خير، وأرجو أن تدعو على زوجتي أن يسر الله حملها ولادتها. ربنا يا رب يسر الله حملها ولادتها يا رب العالمين، ويكرمكم يا رب العالمين. يوسف من المغرب، سني 17 سنة، وإن أحبك في الله أنا ووالدي، وأدعو لهم بالرحمة والجنة والصبر، وأدعو لأختي بالهداية ولبس الحجاب، وأصدقائي يحبون قائدا في الله، أوصوني بالسلام عليك والدعاء لهم بالتثبيت والهداية. ربنا يثبتكم ويهديكم ويكرمكم. وشكرا يا يوسف، جزاك الله خيرا على الرسالة الجميلة دي. يسرى من المغرب، والله العظيم أنا بحبك يا شيخ، ربنا يحبك ويسترك ويجمعك مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، ربنا يطول في عمرك يكون في طاعة الله إن شاء الله ويبارك فيك. أدعو لي بالذرية الصالحة، وأدعو لزوجي بعمل حلال، ربنا يرزقه الحلال ويرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله. الأخت سعدية من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، إزيك يا شيخ محمود؟ أهلا بحضرتك. إزاي صحتك؟ ربنا يعز حضرتك ربنا وبركي. يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. أنا عندي 70 سنة. يا ما شاء الله، ربنا يديك الصحة يا رب. الله يخليك. وبعدين أنا عندي مركبة دعامة. نعم. وعندي التهاب في أعصاب جسمي. الله يشفيك. يا دوب باخد علاج وبمشي بالنهار شوية. بس أنا بصلي الوقت بوقته، بس بالليل لما بقوم قيام الليل بتيمم من الحيطة. هل ده ربنا هيقبله ولا طيب ايه؟ طيب حاجة سعادية، بتتيمم لي المية يعني فيها مشكلة بالنسبة لك تزود مرضك ولا حاجة؟ مش معنا. طيب عايز اقول حاجة يا جماعة، احنا ما نقدرش ننتقل من استعمال المية الى التيمم الا في بعض الحالات، منها ان انا مش لاقي مية، ما فيش ميه، فاذا عدم الماء خلاص يبقى ايه؟ يبقى خلاص ما فيش مشكله ان احنا نتيمم. طيب ما فيش ميه هتيمم. طيب في ميه بس استعمالها هيزود مرضي، يعني عندي مرض مثلا، يكون واحد ربنا عافينه وعافيكم عنده مرض جلدي مثلا او عنده مشكله معينه، فلو استعمل الميه هتزود مرضه، خد بالك. فمشكله ما فيش مشكله في الوقت ده ان هو يتيمم. طيب واحد موجود في مكان في اوروبا وما عندوش غير ميه تلج، ميه ساقعه جدا جدا، وهو ما عندوش حاجه يسخن عليها الميه، ولو استعمل الميه الساقعه دي ممكن تعمل له مشاكل جامده في جلده، مفيش مشكله انه يتيمم. يبقى التيمم لا نلجا اليه الا عند عدم وجود الماء او وجود الماء مع تعذر استعمال الماء. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد من الجزائر، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيدة أني استطعت التكلم معك يا شيخ. الله يسترك ويحفظك يا رب. أنا أريد وعندي كذا سؤال أريد باختصار. تفضلي تحت أمرك. السؤال الأول، هل قول المرأة لأحد من شيوخ إني أحبك في الله، هل هذا حلال أم حرام؟ نعم تفضلي. هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم. والثاني الزوج عندما يخون زوجته، فما هو حكمه إن كان تاب ثم أراد الزواج هذا زمن المرأة التي خان معها زوجته؟ طيب حاضر. أما بالنسبة لمحمد، بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز إن واحدة تتصل على الهوى وتقول للشيخ السلام عليكم يا شيخ أنا بحبك في الله؟ عايز أقول حاجة، لا يتصور، خدوا بالكم، لان برضو الدعوه محتاجه شيء من فقه النفس. لا يتصور ان في واحده هتتصل على الهوى عشان تعمل غراميات بشيخ، يعني خدوا بالكم الحته دي مهمه جدا. انا يعني ممكن اصدها ولا اوعي تقول الكلمه دي، انما انا عارف هي قصدها ايه. انا اعلم ان هي لما بتقول لشيخ من المشايخ
أنا بحبك في الله، يعني بحبك كأخ لي في الله، بحبك كشيخ بنتفع بعلمه، إنما مش بحبك حب واحدة بتحب واحد حب غرامي ولا حب رومانسي. طبعا ده مش في البال، لا في بال الشيخ ولا في بال المتصلة. فعشان كده أنا أرى أني يعني والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه مستحيل. واللي بيتصل دي أصلا إيه؟ دي واحدة قاعدة جنب أبوها وجنب زوجها وجنب أخوها وجنب ابنها، وبتتصل قدام زوجها بتقول لي الشيخ سلام عليكم أنا بحبك في الله. هل يتصور واحدة هتقول قدام زوجها ولا قدام أبوها ولا أخوها أن للشيخ أنا بحبك في الله؟ وهل هي والشيخ بيرد عليها بيقول إيه؟ هل الشيخ بيرد عليها مثلا يقول لها هي بتقول أنا بحبك في الله بالله وأنا كمان؟ إنما واحد من الناس مثلا برد، يمكن كلكم بتسمعوا، لما واحدة تقول أنا بحبك في الله بقول لها ربنا يحبك ويسترك. صح كده؟ مش ده اللي بيرد في كل حلقاتنا الحمد لله؟ ربنا يحبك ويسترك. أنا ما أقدرش أكسفها، ما اقدرش اقول لها ايه اللي انت بتقوليه دوت واتقي الله وبطلي واعملي، لان ممكن هي في الوقت دوت تفتن وتقول طب ليه المعامله، طب ليه تحرجني على الهوا، ليه تكسفني قدام الناس، وليه وليه. لا، احنا بننتقي الحاجه الوسط، لا هكسفك ولا هقول لك وانا كمان، انما بتقولي بحبك فلا بقول لك ربنا يحبك ويسترك ويكرمك، وبندعي لها الدعاء الجميل دوت. ام ادريس من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا سعيدة جدا بالاتصال يا شيخ. الله يسعد قلبك يا رب. يا شيخ سؤالي فقط أنك تدعي لي يا شيخ، أنا مريت بثلاث ابتلاءات في حياتي بالرغم أني صغيرة في السن. ربنا يعفو عنك يا رب. يا شيخ أنا عمري 28 سنة، تعرفت ثلاث ابتلاءات في حياتي. الابتلاء الأول يا شيخ هو وفاة الوالد. نعم، الله يرحمه. والابتلاء الثاني وفاة الوالدة في فترة وجيزة بينهما. نعم. والابتلاء الثالث يا شيخ هو زواج زوجي للمرة الثانية. نعم. يا شيخ أنا حاولت يا شيخ أني أتجاوز هذه العقبات الثلاث بالرغم من أنها كانت متتالية، حاولت أني أتجاوزها، حاولت أني نذرع لله عز وجل أني خفف علي بالرغم من أني تغيرت السن، حاولت أني يا شيخ نصلي ندعي ربي نذرع له نبكي أنه يخفف علي وأنه يبارك لي في أولادي وأنه يا ربي يهدينا ويهدي الزوج نتاعي ويرحم والدي. يا شيخ هذا ما نتمنى يا شيخ. ربنا يحفظك يا مدرس. أبشري أبشري بمحبة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، على قد إيمانك وعلى قد طاعتك لله سبحانه وتعالى، على قد ما يكون البلاء. طبعا لا يتمنى الإنسان البلاء، لكن إذا جاء البلاء فما علينا إلا أن نصبر وأن نحتسب وأن نرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وأن نسأل الله عز وجل زوال هذا البلاء. في بعض الناس تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. غلط غلط، لا اسألي رد القضاء. أيوة نعم، لأن قضاء نزل وتعبك، مرض أو فقر أو غير ذلك، قول يا رب ارفع عني المرض مش خفف عني المرض. لا، لأن ربنا قادر أن يرفع عني المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاء والدعاء، أو في رواية الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة. فإذا يجوز أن احنا نطلب من ربنا أن ربنا يرفع عنا القضاء، ما أقولش ولكن أسألك اللطف فيه، لا، طلب من ربنا أن ربنا يرفع عنك كل هذا الإيه، هذا البلاء. ربنا يا ربي يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين يا رب العالمين. مش طيب. آخر تليفون أخت شيماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. اصل عظيم انا. اتفضلي. متوقع الشيخ محمود؟ اتفضلي تحت امرك. تمام، معايا مع الشيخ محمود؟ ايوه مع حضرتك ان شاء الله، اتفضلي. تمام. انت في حد بيملكي؟ لا انا مستنيك يا شيخ محمود المواصل وانت اللي بتتكلم. لا انا اللي بتكلم، اتفضلي. انت شيخ محمود؟ حضرتك اكيد مولع ال معلية التلفزيون، لو توطي اخت شماء بس ربنا يبارك فيك عشان الوقت.
طب هو قطع. طيب ارجو ما ننساش ربنا يبارك فيكم رب العالمين. احنا عندنا صيام تسوع وعاشوره اللي بيتغفر بسببها ذنب سنه بفضل سنه كامله مضت بفضل الله سبحانه وتعالى. هيبقى عندنا الجمعه والسبت تسوع وعاشوره، قبلها الخميس، فنلزم الخميس مع الجمعه مع السبت. واحد مره كان بيسالني بيقول لي طب انا ما صمتش تسوع وعاشوره، انا صمت عاشوره، ينفع صوم عاشوره وحد عاشوره؟ قلت له لا، حد عاشوره ما وردش فيها حديث يعني، فتسوع وعاشوره يبقى خميس جمعه سبت. هيجي لنا بعد كده يوم اظن الاثنين هيبقى يوم 13 و14 و15 الاثنين والثلاث والاربع، هيبقى احنا ايه، هيبقى فقط ما فيش غير الحد، فممكن نلضمها لحد الخميس، يعني ممكن نلضمها من الخميس لحد الخميس. هيبقى في وسطهم ثلاث ايام في الشهر العربي، ومعاهم اثنين وخميس، ومعاهم تسعة وعاشوره، وابشروا بكل خير مع ركعتين قيام ليل والدعاء لاخواننا في سوريا وغزه. ويعني الوقت خلص خلاص، فاسال الله سبحانه وتعالى، حاضر، اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج هم اخواننا في غزه، وان يفرج هم اخواننا في سوريا، وان يرحم هؤلاء الاطفال الذين ماتوا في قطار في السياره التي ضربت بقطار في الصعيد، وان يرحم اخت الدكتور محمد مرسي وجميع موتى المسلمين. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.